ناس كتيرة بتلعب فريسبي بس محدش يعرف يعني الكلمة نفسها فريسبي ده يعني ايه، فخلينا نقول للناس الأول رياضة الفريسبي دي. رياضة الفريسبي أنا زيك كده، كنت من تقريبا سنتين ما عنديش أي فكرة عنها غير إن هي حاجة فور فون كده على البيتش أو مع الكلب أو كده، لحد ما اتعرفت على ناس قدروا يعرفوها لي. عشان أبقى صريحة معظمهم أجانب لأن الفكرة دي في مصر لسه ما انتشرتش قوي. الرياضة دي عالميا بقالها أكتر من 30 أو 40 سنة، يعني أساسها كان في أمريكا وبعد كده جت عن طريق الناس اللي هم نقلوها لنا من دول برا. الرولز بتاعتها بسيطة قوي زيها زي الرجبي أو أمريكان فوتبول، إن أنت بتمسك الديسك ده في زي إن زون عندك أو زي جون كده، بيكون اللعيبة سبعة، 7 ضد 7 على ملعب كرة كامل، و يعني هي يعني لازم تتفرجوا عليها عشان تتخيلوا قد ايه الحركة فيها. هي الرياضة دي ميكس وفي منها رجال بس وستات بس وميكس. الميكس ده برضو في منه بطولات دولية وبطولات عالمية سواء رجالة بس او ستات. احنا اصلا فريق الرجالة عندنا شارك في بطولة العالم 2016، وده كان اول احتكاك دولي يعملوه معترف بيه يعني على مستوى العالم. واحنا دلوقتي بنحاول نزود عدد الفرق في مصر على المستوى اللي هو مستوى مصر يعني زي الدوري المصري، وان شاء الله بنسعى بقى ان احنا نطلع بره يعني اكتر. طب خلينا نقول بلغتنا الدارجه كده ان هو رياضه الطبق الطاير، عشان ممكن لغايه دلوقتي ناس ما تكونش برضه فهمت قوي ان احنا بنتكلم على ايه. طيب احنا تقريبا معظم الناس او كل الناس لما بيروحوا الشاطئ وبتاع بيفضلوا يلعبوا بيها. طيب اوكي، هو معظم الوقت احنا فاكرين ان هي اتنين بيلعبوا بيها، فاحنا ممكن الفريق بس نعرف الناس هو الفريق بيبقى كام واحد ممكن يتلعب في رياضة الفريسبي؟ هو الفريق بيكون 7، بيكون بالاتفاق مع الفريق المضاد يعني ان هم بينزلوا كام بنت، ده لو في حالة بطولة ميكس. لو في حالة بطولة رجالة برضه هو الرقم هو هو، والستات هو هو، بس في الحالة بس بتاعة الميكس بيحددوا عايزين نشارك بنتين او ثلاثة، ممكن يبقى 6 بنات مقابل واحد، بس المهم يكون الفريق ميكس. وهم بيكونوا ليهم تقسيمات داخليه زي بالظبط زي الكوره، ان في او زي اي لعبه زي المعد وزي الهداف، يعني الموضوع ليه نفس الاسس. اللعبه الا بتبقى واقفه على سكور او وقت، وده بتحدد على حسب كل بطوله يعني. الرولز عندنا من اجمل الحاجات اللي فيها ان ما فيهاش حكم. الحكم ده نوعا ما بيخلي الناس يعني ايه محدده بقوانين معينه، لا احنا المحدد لينا هو الروح الرياضيه. يعني ما ينفعش مثلا تخبط حد، لا انت اللي بتعترف بالفاول، انت اللي بتقول انا طلعت اوت يعني. فدي مضمونه طيب ديت عشان لو تبقى على الضمير شويه. انا والله كنت زيك، لان انا كان لما كنت بلعب فولي كان فعلا عندنا الملي بيفرق والتاتش والحاجات دي، فكان وجود الحكم ده فارق معايا جدا. انا فوجئت ان على السكيل الكبير للملعب ده والناس بيعتمدوا على التحكيم الذاتي، يعني كل واحد بيقول لك انا فعلا عملت كده، او لا انا اقرب واحد للمكان ده انا شايف انها ان او اوت. ففوجئت ان ده معلي روح يعني الروح الرياضيه جدا، ومخلي ثقه عاليه قوي من بين اللعيبه، حتى لو انت البوينت دي مثلا هتكون فاصل للجيم كله.